زينة مرتك مربوطي، معمول لها عمل، بكرة توديها للشيخ جلال، ده راجل بركة. هتجوز تاني؟ مش هحتاج أفكرك يا زينة، حالة القلب عندك مش في أحسن وضع العملية. مش مهم، حتى لو هموت هعمل العملية. أنا مش هسيب بيت أبويا زينة، حتى لو هخسر أي حاجة. أنت يعني ما تاخذنيش في الكلمة فرضاني. نفسك فؤاد ولا في بنت؟ نفسي ينادوني بابو سليم. مفيش واحدة راحت له إلا وربنا رضاها. زينة. Ha 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 ha!